تشرفنا اليوم الثاني على التوالي بزيارة المدرسة التطبيقية، وحقيقة يعني ما شاهدناه اليوم ينم على تطور هائل ورائع وكبير حقيقة في المستوى التقني والمهني الذي وصلت إليه الإطارات والكوادر والعاملين في هذه المدرسة، سواء على المستوى الجنائي أو الأدلة أو البصمات أو حتى في بصمات السلاح. ما رأيناه اليوم حقيقة يضاهي الدول المتقدمة جدا في هذا المجال.